اليوم نحن في قافلة التبرع بالدم للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. اليوم نحشد الجموع للتبرع بالدم في قضية غزة. قضية غزة قضية لا تنفصل عن القضية المصرية والقضايا الوطنية المصرية بأي شكل من الأشكال. هي قضية إنسانية يظهر فيها الشعب المصري تعاطفه وتفاعله مع الضحايا في غزة. هذه قضية لا تنفصل بأي شكل من الأشكال عن الانتخابات الرئاسية، لأننا نرى أن الضغط في الانتخابات الرئاسية جزء منه أهداف دولية تخص قطاع غزة. الشعب المصري يتوافد، الجموع تندمج وتتفاعل معنا في التبرع بالدم، ونتمنى أن يكون يوما ناجحا وموفقا في بداياته. طبعا اليوم النهاردة يوم وطني وإنساني من الطراز الأول، قايم عليه التحالف الوطني الحقيقة، ومش أول يوم ده، يعني ثالث مبادرة أو رابع مبادرة للتحالف الوطني لصالح أشقائنا في غزة بالتبرع بحملة هنا في الجندي المجهول في اسكندرية، عند ميدان الجندي المجهول في المنشية في اسكندرية للتبرع بالدم. ما شاء الله في عدد من المواطنين يعني عنده الحمد لله حاسس بالفجاعة، وحاسس بالإحساس كبير جدا جدا باللي بيحصل في غزة. والشباب طبعا من التحالف كلهم موجودين بيوعوا بالمكان هنا للتبرع، والزملاء طبعا هنا أطباءنا من بنك الدم موجودين معانا. ان شاء الله نتمنى باذن الله يعني اليوم ان شاء الله يكون يوم ناجح. متواجدين هنا مده 3 ايام، الثلاث والاربع والخميس، من الصبح من الساعه 10 دلوقتي لغايه الساعه 5 المغرب ان شاء الله. كنت معديه ولقيت عربيه تبرع بالدم لاخواتنا في غزه. حقيقي موضوع حلو جدا، ان كل حد لازم يحس بالمشاركه، ان احنا لازم نساعد اخواتنا في غزه في اي حاجه ممكن نعملها. يا ريت كل الناس ما تكسلش ناخد الموضوع بجديه اكتر من كده، ويا ريت بجد كل حد في ايده مساعده يعملها باي شكل من الاشكال. وانا ماشي لقيت العربيه بتتبرع للدم، فقلت اجي اتبرع لاخواتنا يعني في غزه وفلسطين. عرفت ان انا فصيله دمي نادره وكده، فقلت ان انا اعمل اي حاجه بسيطه اقدر اساهم بيها يعني، وان شاء الله الاحوال تستقر كده.